أهلا بكم. أكد وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مجدي حسن ياسين أن وثيقة العرض الاقتصادي التي تصدرها وزارة المالية تعتبر وثيقة ذات إرث تاريخي مبينا انطلاقتها الأولى منذ بزوغ فجر الاستقلال، وتطورت عبر الحقب التاريخية لمواكبة واستيعاب مستجدات الاقتصاد السوداني وصولا لنسخة العرض الاقتصادي للعام 2015، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إصدار العرض الاقتصادي للعام 2016. وأبان مجدي لدى مخاطبته اليوم ورشة تطوير وتحديث العرض الاقتصادي بوزارة المالية أن الوثيقة تعتبر من أهم المراجع لمتخذي القرار والباحثين والأكاديميين والدارسين والمهتمين كذلك على المستوى المحلي والخارجي، وهي تعكس أداء الاقتصاد السوداني بقطاعاته المختلفة. أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مستقرا عند 3432.471 نقطة، وانخفض حجم التداول اليوم مقارنة بيوم أمس من 182.825.585 إلى 32.753.726 جنيها بنسبة انخفاض بلغت 82%، بينما انخفض عدد الأوراق المالية المتداول إلى أكثر من 31 مليون ورقة بنسبة انخفاض بلغت 99.7%، فيما انخفض عدد الصفقات المنفذة من 73 إلى 67 صفقة بنسبة انخفاض بلغت 8.2%. وشهد قطاع الصكوك وصناديق الاستثمار اليوم ارتفاع سعر سهم صندوق البركة الاستثماري نما من 100 جنيه إلى 100.50 جنيه، واستقرار كل من صندوق البركة الاستثماري الأول عند 101.80 جنيه، وصكوك الاستثمار الحكومية المعروفة بصرح 16 عند 100.53 جنيه. تبدأ في الخرطوم في 19 من الشهر الجاري فعاليات المؤتمر التنشيطي الرابع للمكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للجاليات السودانية بمشاركة واسعة من الجهات ذات الصلة، من بينها مجلس الصداقة الشعبية العالمية ووزارات الثقافة بالمركز وبالولايات. وقال دكتور إبراهيم بحاري رئيس المجلس إن المؤتمر يهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة من التفاهم بين الجهات ذات الصلة لرسالة المغترب، مستعرضا العديد من الأوراق التي سيتناولها المؤتمر بالتداول والنقاش المستفيض للخروج بتوصيات واضحة بشأنها، مشيرا إلى أن هذه الأوراق تشمل العودة الطوعية للمغتربين السودانيين من دول المهجر وخاصة المملكة العربية السعودية، فضلا عن بحث إمكانية دمج الاقتصاد المهاجر في الاستثمار الداخلي. أكد المهندس زكريا محمد سليمان نائب مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس على أهمية تكامل الأدوار للعملية التجارية التي تشمل مكونات المصدر والمورد المصدر والمورد والناقل، وأشار خلال لقائه بسوق محاصيل الرهد بشمال كردفان بالتجار ومناديب عدد من الشركات العاملة في مجال تجارة المحاصيل بحضور الأستاذ الدرديري شبكة معتمد الرئاسة بولاية شمال كردفان وخالد الشيخ المدير التنفيذي للمحلية هناك وعدد من القيادات بالمحلية، إلى أن هذه المكونات تحكمها قوانين دولية. وأوضح أن الهيئة تلعب دورا مهما واستراتيجيا في العملية التجارية، داعيا إلى أهمية تأهيل البنيات التحتية بالسوق ووجود مخازن بمواصفات قياسية وغرابيل للمحاصيل بمواصفات ذات تقنية عالية. أدرج سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم بمقره أو أدرج سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم بمقره صندوق البركة الاستثماري نماء برأس مال بلغ 100 مليون جنيه سوداني مقسمة إلى مليون صك، قيمة الصك الواحد 100 جنيه، تتوافق جميع الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية وعمر صندوق 60 شهر. وأكد الدكتور أزهري الطيب الفكي مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية لدى مخاطبته حفل إدراج صندوق نماء بسوق الخرطوم للأوراق المالية على أهمية الصناديق الاستثمارية لدورها المباشر في تحريك السوق بجانب زيادة إنتاج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن صندوق نماء يمتاز بانخفاض سعر الصك حوالي 100 جنيه في متناول الجميع خاصة ذوي الدخل المحدود. وصل الخرطوم الفوج الأول للسياح الصينيين وذلك في إطار التواصل بين الشعبين الصيني والسوداني. وأكد محمد مدثر مسؤول ملف الصين في وزارة السياحة والآثار والحياة البرية في تصريحات صحفية أن الزيارة تأتي
تتويجا للجهود التي قامت بها وزارة السياحة والتي استمرت حول عام كامل، مشيرا إلى أن البداية كانت بتوقيع وزير السياحة محمد أبو زيد لمذكرة التفاهم مع الحكومة الصينية. وكشف مدثر عن تأهب أكثر من 60 وكالة سودانية لتفويج السياح الصينيين للسودان، مشيرا إلى أن وزارة السياحة تعد لحملة ترويجية للسياحة السودانية في الصين، إيمانا منها بأن السياحة هي أمل السودان الواعد. ملف اليوم عقب الفاصل.